لك تولع في الحارة يا عبدو عشان المجرم اللي لامم اهل الحارة حواليه جوه الرابع ومتحامي فيهم، واللي مطلوب مني ان انا اسلمه لسعادتك يبقى تحت ايدك وتحت ايد الحكومة، ده اللي هيطلعه من جحره. تقوم تولع في بيوت الناس يابا؟ معقول الحال يوصل بيك لده؟ ده طلب يا باشا اللي انت قلت لي تنفذ. انت مجرم يا عبدون. احنا هنقف نرد على الحريم يا باشا، انا بقول اشوف اللي ورايا احسن، وسعادتك تطلب الحكومة عشان تستلمه ويسلمك اللي معاه قبل ما يتشنق. عاجبك كده يا عثمان؟ بالمناسبة يا باشا انا موقف حرس على باب السرايا عشان يمنعوا النار تقرب منها، او يعني اي حد من السرايا يفكر يخرج يضر نفسه. فهم الباشا يا ورد. بلغ البوليس يا باشا عشان يجي يمنعه. الباشا هيكلم البوليس عشان يقبضوا على سعد يا ورد. جولنار خديهم واطلعي فوق. انا لازم اعرف انت ناوي على ايه يا عثمان. هتعرفي انا هخرج اروح لسعد وان شاء الله يموتوني معاك. انا معاك. انا هطلب البوليس بس مش عشان يقبضوا على سعد. جولنار خدي شكرت واطلعي فوق. ورد تعالي انا عايزك. تعالي. انت صحيح خايف على سعد؟ انا ربيته زي ابني. بس هو شايف غير كده. هو شايفك عدو. وانتي شايفاني ايه يا ورد؟ عدوك برضه. انا مع سعد بس مش قادر احس انك عدوي. اللي انت بتعمله معايا محيرني، مع اني بنت الحارة اللي انت كارهها وبنت عبدون اللي انت مش طايقه. لا انتي مش بنت عبدون يا ورد. جرايه يا باشا، فزورة جديدة دي ولا ايه؟ امي تطلع عايشة وابويا مش ابويا؟ يا باشا انا مش حمل الكلام ده بقى بجد، حرام عليكو. ما سألتيش نفسك انا ليه قعدت عبدون في الحارة؟ ليه عايزك تعيشي جنبي؟ ليه عملت كل اللي انت عايزاه لأهل الحارة؟ ليه ما بعدتش عبدون وراكي لبيت حسن يوم ما قابلتي سعد؟ ما حسيتيش؟ حسيت يا باشا، حسيت انك عايز تقولي حاجة و يعني خايف يكون ردك عليا زي ردك على لوزة امك. لوزة ما تستاهلش تبقى امي، سايباني طول عمري وانا فاكرها ان هي ميتة. وانا سبتك فاكرة ان عبدون هو ابوكي، مع انك ايه؟ يا بطولة انا ابوك يا ولد. انا عرفت كده فترة صغيرة لكن ما كانش عندي الشجاعة عشان اعترف انك بنتي من الخدامة اللي كانت شغالة في القصر ده لوسا. دلوقتي جات لك الشجاعة؟ شجاعة سعد فكرتني اني انا اللي غرست فيه الشجاعة دي. ليكي حق تردي عليا زي ما رديتي على لوسا، تقولي اللي انت عايزاه، تعملي اللي انت عايزاه. كفاية عليا تعرفي انك اجمل شيء في حياتي.
وفهمني كويس. دلوقتي يا يوسف نبتدي نتحرك. نتحرك لفين ومع مين؟ هتنزل على برنار تقول له انك عايز إلغة التوكيل اللي عثمان كان رفض انه يقابله عشان ياخدها. قول له الباشا وافق اخيرا وعايز الإلغة دلوقتي حالا. وبعدين؟ لو سعد كسب الحرب هنديله الإلغة هدية يحرقها، ولو عثمان كسب الحرب نديها له برضه هدية يرجع بيها اللي راح منه. عثمان لكن لو سعد كسب هياخد الإلغة وبعدين يدوسنا بالجزمة. تهيألك ساعتها هيكون خلص من عثمان وعبدون وفضل هو بس. هتبحوا بآخر ورقة في سجلات الحكومة، اعترفوا انه قتل التلاتة. يلا يا اخويا يلا يا ابني ما تضيعش وقت. واقف رجالة، سلم نفسك يا ابن الخضري، بلاش تتحمى فيهم. اسلم نفسي لمين يا عبدون؟ لشيخ الحارة الميري ولا المجرم القاتل الخسيس؟ انت مين فيهم؟ انا اللي مطلوب اسلمك وبامر ميري من الحكومة. قتلي تلات رجالة باعتراف رسمي وقتلتهم غدر. سامعين يا اهل الحارة؟ سامعين؟ عبدون بيتكلم على الغدر، وارض الحارة تشهد عليها دم ابويا اللي اتقتل غدر. بطل كلام او امطع على الحوش اللي معاك. الطعنة كانت بايدك يا عبدون في قلب ابويا وعليها شهود. والطعنة اللي في صدر امي قدامي وقدام الفرقة كلها. ولسان سعدون اللي اتقطع عشان ما تخرسوه وتندفن الحقيقة مع اللي دفنتوه. ما تصدقوش يا حوش، افتحوا الباب بايديكوا بدل ما يضيعكم كدبه. الحوش ما بقوش حوش يا عبدون، بقالهم وش تاني، وش حقيقي عمرك ما شفته لا انت ولا عثمان. لو صادق في كل كلمة بلاش تتحامى في النسوان وواجهني راجل لراجل. هنتواجه يا عبدون، النهارده يوم الحساب يا عبدون. يلا يا رجاله. سلم نفسك انت وهو، اي حركه هنضرب في المليان. سلم نفسك يا عبدون، البلد فيها احكام عرفيه.